كانت ثورة الحسين عليه السلام في مواجهة التحريف والتجديف والتزييف، كما كانت في مواجهة العدوان والظلم والطغيان. فقد لبس الطغيان جلباب الدين، ولبس الظلم جبة الخلافة، ولبس العدوان ملابس العدالة. الحسين مشروع دائم للنهضة الدينية، ونهضة دائمة في المشروع الديني. لم تدخل قطرة واحدة مما أريق من الدماء في كربلاء في الدورة الحضارية لأية أمة إلا خلصتها من كل سلطان ظالم، ودفعت عنها كل عدوان غاشم، وأعطتها خطة ثورة وضحت المعالم. من يقرأ الحسين عليه السلام في عاشوراء يجد نفسه في وسط عاصفة من الفضائل وطوفان من البطولات وفيضان من المكرمات. الحسين جمع كل الفضائل وكل البطولات وكل المكرمات ووضعها في موضع التنفيذ في يوم عاشوراء. إذا كانت الشهادة هي النهاية في جميع الثورات، فإنها في ثورة الحسين عليه السلام كانت البداية. فمشروع أهل البيت لإنقاذ البلاد والعباد بدأ باستشهاد الحسين. ألا ترى كيف أن الحسين عليه السلام من عالم الملكوت يغير المعادلات في عالم الناسوت؟